حبيباتي السلام عليكم. من بين الأطباق المتداولة كثيرا في مائدة إفطار رمضان هناك طبق البغرير. اليوم غادي نقدم معكم البغرير. المقادير اللي غادي نحتاج: درت هنايا جوج الكيسان مقدار كأس عنبة سميدة رقيقة من النوعية الجيدة، ألوغ جوج ديال الكيسان، ملعقة كبيرة دقيق أبيض الفورس، ملعقة كبيرة خميرة فورية مع راس معلقة صغيرة سنيدة، وطبعا ملعقة صغيرة ديال الملح، وهنا ثلاثة ديال الكيسان اللي غادي نحتاج ديال الماء كأس مقدار كأس عنبة. على بركة الله ندوزو نهيئو الوصفة ديالنا. بداية غادي ناخد الخميرة الفورية وغادي نضيف عليها القليل من الماء غير باش ترطب ليا شوية قبل ما نخويها على الخليط اللي غادي نبدا نوجد. كيف ما تلاحظوا وغادي ناخد الماء كيف ما قلنا مقدار كأس عنبة، كنا غادي نديرو ثلاثة الكيسان. غنخوي جوج ديال الكيسان هما الاولين، ندير السميدة، ندير الدقيق الفورس، الملح، ونضيفو الخميرة كيف ما تلاحظوا هاهي دغيا تترطب. مرتبت شوية مزيان، كان خصني في الحقيقة نخليها من قبل، ماشي مشكل. ونضيف الكأس الثالث ديال الماء. المهم البنات هنا على حسب نوعية السميد، لكن السميدة اللي درتو من نوعية اللي تتشرب الماء بزاف راكم تقدروا تضيفوا مازال تن نص كاس اخر ديال الماء. دابا غادي نحط الكاس في الخلاط. هو الخليط ديالنا من حيدناه من الميكسر كيف ما تشاهدوا كيفاش تيجي، ما تيجيش خفيف بزاف وما تيجيش عاقد. سنخليوه يرتاح واحد المده ديال 4 ديال الدقائق حتى 5 ديال الدقائق، الوقت اللي غادي تسخن لينا فيه المقله اللي غادي نطيبوا فيها، وديك الساعه نبداو في الطهي. البنات ها هو البغرير، العجينه البغرير ملي خليتها خمرات واحد المده ديال 5 دقائق وحطيت المقله، طبعا خصها تكون مقله ما تتلصقش، حطيتها تتسخن، وجانبا حطيت اناء فيه الماء بارد اللي غادي نبقى نبرد فيه المقله ديال البغرير. على بركه الله ندوزو للطهي. طبعا المقله ها هي سخونه، غادي نهز مقدار ديال المغرف كيف ما تلاحظوا، عافية اللي دايره عافية متوسطة، ماشي مجهدة وماشي مهيلة بزاف. كيف ما تلاحظوا البغرير ديالنا تيتقب تيدير عوينات، وصراحة تيجي خفيف من بعد الطهي، غادي تشوفوا كيفاش غادي يجي. تنخليو البغريرة تاخد الوقت ديالها في الطياب ومن بعد عاد نحيدوها. هيا البغريرة ديالنا طابت كيف ما تلاحظوا، تكونوا حاطين منديل
اللي تنحطوها فيه وتنغطيه. ونعاودو نديرو بغرير اخرى. نخليو البغرير ديالنا يطيب ونتلاقاو من بعد الطهي. الاخوات، ها هو البغرير من ساليتو في الطياب، هانتوما شوفوا كيفاش تيجي. صراحه تيجي خفيف وما محروقش من الظهر ديالو، وتيجي كامل مخرج ومتقب. هي صراحه كل ما خلينا البغرير يخمر قبل ما نطيبوه، هذيك المده ديال 5 دقائق حتى ل7 ديال الدقائق، كل ما تتكون النتيجه كيف ما تلاحظوا. دابا نتلاقاو في طبق التقديم. البغرير ها هو وجد. صراحه الوصفه سهله والنتيجه تتكون مضمونه ديال تحميره الوجه. نقدموه للعائله ديالنا مع العسل وبالصحه والراحه. جربوا الوصفه ولايكيو الفيديو وشاركوا في القناه. شكرا، والى اللقاء في فيديو قادم. تحياتي.